صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي بقلبه ثم يسمي بسم الله ثم يضرب بباطن كفيه على الأرض ضربة واحدة فقط على الأرض، سواء كانت من طين أو رمل أو حصى أو حجارة أو صخر، ضربة واحدة على الأرض، ضربة واحدة، ثم يضرب إحدى كفيه في الأخرى أو ينفخ فيهما إذا كان يعني علق فيهما شيء من التراب، ثم يمسح الوجه هكذا بدون تخليل، ثم ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول أن ينوي بقلبه ثم يسمي ثم يضرب، اضرب ضربة واحدة بدون تفريج، لا تفرج أصابع كذا، ضربة واحدة ثم يضرب إحدى كفي بالأخرى وينفخ فيهما ثم يمسح ثم يا أخواننا اتركوا والله مو هنا، ثم ظاهر الكف اليمنى ثم اليسرى، أبدأ باليمين يا رجل، عيد من جديد، عيد من جديد يا أخوانا، الله يرضى عنكم، لا أحد يتكلم، ينوي يسمي ضربة واحدة على الأرض يا أخوانا اتركوا، الله المستعان. نعم. ثم بعد ما يضرب وينفخ يمسح الوجه ثم ظاهر اليمنى، وين ظاهر اليمنى يا رجل؟ اليمنى وين؟ امسح باليسرى على اليمنى هكذا، هيا امسح باليمنى على اليسرى. يلا من جديد الآن، من أول. في دواء لكن لا يباع في الصيدلية يسمى بماذا؟ أصبرين. إخواننا اصبروا شوي، أعوذ بالله. نعم. خلق الإنسان من عجب. قول يا شيخ، عيد من جديد. الأول أن ينوي ثم يسمي ثم ضربة واحدة على الأرض ثم الوجه. نعم. ثم باطن اليسرى على ظاهر اليمنى، باطن اليسرى على اليد اليمنى، ثم باطن اليمنى على اليد اليمنى. الله يفتح عليك، اجلس.